الله جل وعلا قدر البلاء في هذه الدنيا، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وليست دار قرار وسكن وراحة ودعة، فهي لا تصفو لأحد، على حد قول القائل خلقت من كدر، الدنيا خلقت من كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقداء، ومكلف الأيام ضد طباعها متلمسا في الماء جذوة نار، أو كما قال القائل هذه طبيعة الدنيا. يعني الذي يريد دنيا هكذا سليمة، يعني ما فيها لا أحزان ولا فيها أمراض ولا فيها أوجاع ولا فيها أوصاب ولا فيها أنصاب ولا فيها هموم ولا غموم، هذا ليس شأن الدنيا، هذا في الجنة. يعني لا يكون ذلك، لا تخلو الدنيا من الأعراض والآثار التي تؤثر على الإنسان وتحزنه وتصيبه بالأنصاب يعني الأوجاع، والأوصاب يعني الأمراض والهموم والأحزان، هذه هي طبيعة الدنيا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يصيبه وصب أو نصب، ما من مؤمن يصيبه نصب، نصب يعني تعب، نصب يعني تعب، ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب، وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن يا أخي المسلم، هذا هو الفرق بينك وبين غير المؤمن. أنت مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت تؤمن بأن هذه الدار هي دار ممر وطريق ودار ابتلاء، وأن وجودك في هذه الدنيا وجود مؤقت، وأنك سوف تعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ووالدين من أهلها. فإذا يا أخي الحبيب، لابد أن تستشعر هذا المعنى، أن تستشعر أنك في دار ابتلاء، لابد أن يصيبك ما يصيب الخلق. ولو كان أحد من الخلق ينجو من هذه الابتلاءات وهذه الأعراض وهذه المصائب لسلم منها الأنبياء، بل إن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، أو كما جاء في الحديث.